صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معاكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى إنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالسعادة والأمل والتفاؤل بإذن الله. صباح الخير يا صباح الخير شير، وصباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. بنسعد بمتابعتكم لينا في هذا الصباح على مدى ساعتين تقريبا من دلوقتي، وموضوعات حوارية مختلفة وجولات إخبارية سواء في عالم السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة، كمان أخبار الطقس وأخبار متنوعة هنعرفها بعد قليل. لكن خلينا نتكلم عن موضوعاتنا الحوارية النهاردة. بنتكلم عن المدارس اليابانية. الحقيقة المدارس اليابانية في مصر كتجربة هي تجربة حديثة، يمكن ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي بشكل كامل، لكن بقت موجودة على أرض الواقع وبقت بالفعل بتضم يعني منظومة بيتعلم فيها كتير من أبنائنا. يمكن يا أحمد نتكلم عن مميزاتها وإيجابياتها. اليابانية في الأول قابلت صعوبات وواجهت بعض المشاكل، بس قدروا فعلا كانت الناس شوية مستقبلها بصعوبة شوية بتريب أو خوف. بالضبط فعلا، يمكن عدم جاهزية المباني وقتها ممكن إدى الشعور ده وجاهزية المعامل، لكن طبعا المسؤولين أكدوا أن ده ملهوش تأثير خالص على سير العملية التعليمية. من الموضوعات الأخرى اللي معانا النهاردة هنعمل روشتة صحية للوقاية من ضربات الشمس وأمراض الصيف. طبعا احنا مع ارتفاع درجات الحرارة لازم فعلا يعني نقي نفسنا من ضربات الشمس ودرجات الحرارة بشرب المية الكتير وشرب العصاير والتناول الخضروات والأكل الصحي أكتر، ومثلا إن احنا نبدل المقليات بالمشويات ونقلل الأكل اللي فيه نسبة دهون عالية. هيبقى معانا دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، هيدينا روشتة صحية إزاي نحمي نفسنا من أمراض الصيف ومن ضربات الشمس. خليكم معانا مشاهدينا بعد قليل، جولة إخبارية في هذا الصباح. صباح الخير، صباح جميل عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم يهم ناس كتير، وهو عرق النسا او سياتيكا نيرفا. طب ايه هو عرق النسا دوت؟ هو الم شديد جدا بيحصل في الرجل كلها بطول الرجل، وبيجي من عند الظهر من فوق لغايه رجلي من تحت. طيب ايه اسباب عرق النسا، او اصلا ليه سموه عرق النسا او سياتيكا نيرفا؟ لان الم قوي جدا، فمن كتر قوته الانسان اللي بيبقى عنده الالم دوت بيبقى مش قادر يركز في الحاجه اللي بتبقى معاه في الوقت اللي فيه الالم ده، فمن كتر ما الألم شديد بيبقى ناسي الألم ده، عشان كده سموه سياتيكا نيرف أو عرق النسا. طيب سياتيكا نيرف أو عرق النسا بيجي نتيجة إيه؟ يعني إيه الأسباب اللي بتخليه إن هو يحصل؟ حاجتين، يا إما مشكلة في اللامبر ديسك أو اللامبر ريجن، يعني مشكلة في الفقرات القطنية، يا إما مشكلة في عضلة اسمها بيريفورمس أو عضلة اسمها العضلة الكمثرية، دي موجودة في الإليا. طيب إيه الفرق بين ده وده؟ بيبقى نتيجة أول حاجة السيمبتومز أو الأعراض. لو الموضوع جاي من البيريفورمس بس او العضله الكمثريه اللي هي موجوده في الاليا، بيبقى في الم شديد جدا موجود بطول رجلي، غالبا بيبقى موجود يا اما من ورا من خلفيه يا اما من ورا من اماميه. والالم دوت لما بيحصل بيبقى زي ما قلت الم شديد جدا في اول فتراته او اول ظهوره. طيب لو الموضوع جاي نتيجه الانفراط الغضروفي او نتيجه الفقرات، بيبقى جاي معاه تنميل او جاي معاه عدم احساس بالمكان اللي فيه الالم، سواء كان بقى بمشط رجلي او مثلا بالسمانه، وبيبقى عندي تخدير يعني مش قادر ان انا احرك رجلي. ده لو كان الموضوع جاي اكتر من اللامبر ريجن او جاي من الفقرات القطنيه. طيب ازاي نقدر نفرق بين الاثنين؟ لو الموضوع جاي من البيريفورمس او جاي من العضله الكمثريه، بيبقى غالبا ليها كذا تيست هنحاول نوضحه مع بعض دلوقتي مع كابتن عبد الله. ممكن تلف بعد اذنك. اول حاجه البيريفورمس او العضله الكمثريه ديت هي ماسكه من السكرم او من الفقرات القطنيه، اخر الفقرات قصدي العجبيه، لغايه الهبل لغايه الحوض. هي عضله مستعرضه بالشكل ده وديبر عميقه. العضله ديت صغيره جدا بس مهمه جدا، لان بيعدي من جنبيها
سياتيكا نيرف او عرق النخاع. لما العضله ديت بتتقلص او بيحصل فيها سباسم بتبتدي ان هي تضغط على العصب او تضغط على عرق النخاع اللي هو المفروض طالع من السباينال كورد او النخاع الشوكي او النيرف روت. فلما بتضغط عليه بيبتدي تعمل التهاب في العصب ويبتدي يعمل الالام القويه اللي بتحصل في الرجليه كلها. طيب لو الموضوع جاي اكتر من البيرفورمس سندروم بتلاقي غالبا الالم مسمع في الرجل كلها، اي نعم، بس التنميل الموجود في الرجل بيبقى مش بصوره كبيره والحرقان الموجود في الرجل مش بصوره كبيره، بيبقى الاكثر الم شديد مسمع في الرجل كلها. طيب ازاي نقدر نفرق بين الاثنين؟ اول حاجه خالص بنعمل ام ار اي رنين على الفقرات القطنيه عشان نطمئن ان الفقرات القطنيه اللي عندي سليمه وما فيهاش مشاكل. رقم اثنين بيبتدي نسال البيشنت او الحاله ايه السبب اللي جات لك الالم. لو الراجل او البيشنت في الحاله دوت اللي بيتكلم قال ان هو شال حاجه تقيله وهو بيشيلها جاله بعديها الالم بوقت قليل، يبقى نشك اكتر ان المشكله جايه في الفقرات القطنيه. لو الموضوع جاله فجاه نتيجه ان هو بيعمل حمل زياده بيجري كتير او هو راجل رياضي بس مش بيعمل اطارات كتير استرتش كويس، يبقى غالبا الموضوع جاي من البي ريفورمس او العضله الكمثريه اللي موجوده في الاليه. طيب لو احنا عايزين نتاكد ان العضله الكمثريه ديت فيها مشكله ليها تيست. اول تيست اتفضل نام على ظهرك. بنخلي اللاعب اللي عنده المشكلة يحط رجل على رجل، الرجل المصابة فوق الرجل السليمة هو تانيها، اسم ركبتك تحط دي من فوق وركبتك لبره، وبيبتدي ان هو يمسك الرجل السليمة وياخدها عليه قدر الإمكان. ده بيعمل ستريتش للجليتيوس لعضلة الإليا ومعاها البيريفورمس أو العضلة الكمثرية اللي احنا قلناها من شوية. فلو في البوزيشن ده في ألم بيبقى غالبا المشكلة أكتر جاية من البيريفورمس. طيب لو البوزيشن ده ما فيهوش الم في تيست تاني ممكن نعمله ان هو بيفرد رجليه سليمه وانا باخد رجليه المصابه لوحدها وابتدي ان انا اثنيها لجوه البوزيشن ده، خليك ريلاكس انت خلاص يا عبد الله، واجي انا قدامه في الوضع دوت وابتدي ان انا اخد ستريتش عليه بصوره اكبر لقدام. كل ما اخد ستريتش اكتر كل ما بشوف درجه الاريحيه او المدى الطبيعي بتاع العضله بتاعت البيري فورمس. لو كانت العضله في وضعها الطبيعي ومفيش عنده بين او الالم اللي عنده خفيف يبقى ده يديني دليل ان العضله اللي عنده ما فيهاش مشكله والمشكله اكتر جايه من الديسك او من اللمبر. طيب هل ممكن المشكله تحصل نتيجه الاثنين مع بعض؟ وارد جدا، ممكن طبعا تحصل جدا بسهوله نتيجه الاثنين. فعشان كده لازم نوضح ان لما يحصل لنا عرق النسا او التهاب في عرق النسا لازم نقدر اول حاجه طبعا نشوف دكتور عظام كويس يبص علينا، تاني حاجة نعمل أشعة رنين على الظهر عشان خاطر نتأكد إن إحنا ما عندناش المشكلة ديت. تالت حاجة نشوف حد معالج أخصر طبيعي أو تأهيل كويس يشتغل معانا عشان خاطر يرجعنا لوضعنا الطبيعي في وقت قليل إن شاء الله. أشوفكم على خير الحلقات الجاية ونتكلم مع بعض عن إصابات الجنسية. سلام عليكم. من جديد ونبدأ معكم هذه الفقرة بمجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. يمكن انطلقت صباح اليوم فعاليات قمة مجموعة الدول العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية على مدار يومين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من المقرر أنه يهيمن على القمة التوتر المتصاعد مع إيران بسبب ملفها النووي، ويتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات. رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي افتتح الاجتماع اللي بيهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل بتتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل لمقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان للمشاركة في فعاليات القمة. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي صرح بأن الرئيس السيسي سيركز خلال مشاركته في قمة العشرين على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية وعلى أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم تلك الدول في تحقيق التنمية.
نروح لقضية تانية وهي قضية التعليم. يمكن أقامت وزارة التربية والتعليم الحفل السنوي لطلاب مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية. المدرسة بتعد نموذج للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل. سعيا من الحكومة لتطوير التعليم الفني ومن خلال إشراك الشركات الخاصة لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، أقيم الحفل السنوي لطلاب مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية. النهارده بداية الاحتفالية الأولى طبعا لبداية دفعة جديدة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، اللي نتمنى إن شاء الله يعني تبدأ مرحلة جديدة للتعليم الصناعي داخل جمهورية مصر العربية إن شاء الله. منظومة التكنولوجيا التطبيقية هدفها بسيط جدا، وهي إن إحنا نخرج فني محترف معتمد دوليا. ان احنا ابتدينا نقول خلاص دلوقتي ان مفيش سبب ان منظومه التعليم الفني في مصر ما تخرجش فنيين ينافسوا دوليا ويبقوا معتمدين وعندهم اعتماد دولي. تهدف المدرسه الى خلق جيل جديد من الكوادر الفنيه المدربه والمعتمده بمعايير دوليه، والذي لاقى قبولا لدى اولياء الامور. فرضت لنا حاجات كتير، اللي انت تدرس كل التخصصات في سنه اولى جنرال، سنه تانية بقى تختار التخصص اللي انت عايزه وتدرسه، والتخصص اللي انت حبيته في سنة أولى تكتب رغبتك وعلى حسب مجموعك وبيختارك في سنة تانية. أولا احنا كنا داخلين المدرسة على ان احنا داخلين مدرسة صناعية عادية، ان احنا هندرس قسم واحد لو احنا معرفش عنه حاجة. لا، احنا دخلنا المدرسة خدنا 5 أقسام مختلفين، بقينا ندرس نبذة عن كل قسم، مبادئ لكل قسم، واتدربنا عليها كويس جدا. أنا كنت مدخلها صناعية عادية زي أي مدرسة، كنت متوقعاها، فوجئت لما اديهم يونيفورم وابتدوا يعني على قد ما كان في دراسه كتير على قد ما كان في عمل كتير جدا، وكانوا بيودوهم مواقع وشركات بيعلموهم، ويعني ما كنتش متوقعه بصراحه اللي هي هتنجح بالمنظر ده. يقوم نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقيه على تدعيم عمليه التعليم النظري والعمل بنظام الجدران داخل المدرسه ونظام ممارسه عمليه ممنهجه داخل الشركات والمصانع، يضمن اكتساب الطالب للخبرات العلميه وترسيخ المهارات التي تعلمها بالمدرسه. أهداف عديدة تسعى إليها وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير المدارس الفنية، منها معرفة متطلبات السوق من مهارات وإمكانيات تساعد على تخريج دفعات وعمالة فنية مدربة قادرة على سد احتياجات الشركات والمصانع. منذر أبو دوح، النيل. خلونا نتعرف على درجات الحرارة وحالة الجو مع الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير أستاذة شروت، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. يعني موجة حر حاسين بيها خصوصا امبارح وأول امبارح، يعني هتنكسر امتى وإيه توقعاتك لليومين الجايين إن شاء الله؟ هو فعلا كان في ارتفاع في درجات الحرارة، كانت أعلى من المعدل بحوالي من 3-4 درجات، وصلت درجة الحرارة أمس على القاهرة ل 40 درجة، ده طبعا مع ارتفاع نسبة الرطوبة، فكنا فعلا حاسين بالحر الشديد. بداية من النهاردة إن شاء الله يكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، هتنكسر هذه الموجة الحارة بانخفاض 3 درجات اليوم، يعني المتوقع للقاهرة توصل ل 37 درجة النهاردة إن شاء الله، لكن ما زالت طبعا نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، بتوصل ل 85% أثناء الليل والصباح الباكر، أثناء النهار بتنخفض تدريجيا الرطوبة وبتوصل ل 25% أثناء ساعات النهار. فإحنا ما زلنا هنشعر بأن الجو بيكون حار أثناء النهار، وخصوصا في ساعات ما بين فترة الظهر حتى العصر، ده بالنسبة للقاهرة والوجه البحري. بالنسبة لجنوب البلاد ما زال الجو شديد الحرارة، ودرجات الحرارة ما زالت مرتفعة جدا على جنوب البلاد، بتوصل من 44 ل 45 درجة على جنوب البلاد. أيضا بيكون في صبورة خفيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، فطبعا بننصح بالقيادة بهدوء على الطرق. النهارده كمان هيكون في نشاط رياح على جنوب البلاد، هيكون مثير للرمال والأتربة، وممكن ترتفض معاه الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية على جنوب البلاد. تمام، طيب نعرف من حضرتك بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء النهارده إن شاء الله. بالنسبة للقاهرة 37 درجة، شبين الكوم وطنطا 36، الإسكندرية ومطروح من 30 ل 31، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 38 ل 39، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة من 40 ل 41، وجنوب البلاد هنا والأقصر وأسوان وخلايا 30 من 44 ل 45 درجة مئوية.
طب دكتورة إيمان، حضرتك نصايح حضرتك إيه للسادة المشاهدين علشان ما نحسش بنسبة الرطوبة العالية دي، وخصوصا يعني في كبار سن والصغيرين ويعني أصحاب الأمراض المزمنة برضو؟ هو طبعا أهم حاجة بالنسبة طبعا عشان نسبة الرطوبة بيعمل اختناق في الجو، بيبقى صعوبة التنفس خصوصا لمرضى بقى الجهاز التنفسي وكبار السن، فاحنا بننصحهم بالتواجد في أماكن جيدة للتهوية، أماكن مفتوحة، يعني بلاش الأماكن المغلقة سيئة للتهوية. طبعا بننصح بتناول المية والعصاير بكميات كبيرة خلال ساعات النهار، الملابس تكون قطنية وفاتحة عشان فيها أشعة الشمس لو ماشيين في الشمس، وتمتص العرق طبعا فما تحسسناش بزيادة الحر، وطبعا يكون معانا كاب او شمسيه اثناء ساعات النهار عشان تبعدنا عن اشعه الشمس المباشره. تمام، بنشكرك دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. شهدت منطقة شحات الليبية كشفا أثريا جديدا، حينما اكتشف صبيا صغيرا عددا من القطع الأثرية القديمة بمحط الصدفة، من بينها رأس تمثال يعود للحضارة الإغريقية. أسرة الصبي سلمت القطع الأثرية لمصلحة الآثار الليبية في منطقة شحات، واللي أكدت أنها بتنتمي إلى تمثال ديميتر وهو إله الزراعة عند الإغريق. تعالوا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. هي إحدى المناطق الأثرية المدرجة بمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، كانت في السابق تسمى مدينة سيرين القديمة، وتقع بالقرب مما تعرف حاليا باسم مدينة شحات، وتضم آثارا قديمة مثل معبد زيوس. وما زالت المنطقة الليبية تشهد اكتشافات أثرية أحيانا في ظروف غير عادية، حيث اكتشف مؤخرا صبي صغير وهو الجالي ميلود عددا من القطع الأثرية القديمة بما في ذلك رأس تمثال من الرخام. أسرة الصبي سلمت القطعة الأثرية إلى مصلحة الآثار الليبية في شحات، والتي أكدت أنها تنتمي إلى تمثال ديميتر إلهة الزراعة، وهي قطعة أثرية قيمة. ننصح جميع المواطنين والشباب اللي يلقى حاجة مثل هذه الآثار فهي راها ملك للشعب ورزق الشعب، ويوما من الأيام حينقطع عرفت النفط أو مصدر الشعب الليبي اللي هو الرئيسي، وحتكون السياحة هي العنصر الأساسي والدخل الأساسي لهذه البلد. من جانبها أكدت مصلحة الآثار أنها بصدد تسليم القطعة إلى متحف المنحوتات القديمة في شحات ليستمتع برؤيتها الجميع. نتيجة لحملات التوعية الآن في عام 2019 وصلت مصلحة الآثار إلى ما يربع عن 1700 قطعة مسترجعة. في عام 2019 أطلقنا الحملة الثانية التي أتت ثمارها بشكل سريع في تسليم عدد من المواطنين من مدينة القبة ومدينة جيجا ومدينة شحات لقطع أثرية وصلت إلى مصلحة الآثار. يحتوي متحف المنحوتات القديمة الموجود في مدينة شحات على نحو 150 قطعة أثرية، تعد من أهم المعالم الأثرية الموجودة حتى الآن في المدينة القديمة. وتعد مدينة شحات الواقعة في أقصى شرق البلاد على الساحل واحدة من أغنى المدن في ليبيا من حيث كميات الآثار. وشحات هي أقدم مدينة يونانية في ليبيا، وكانت عاصمة منطقة سيرانايكا منذ إنشائها عام 631 قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي. بلغ عائد مزاد خيري أقامته السعودية لأعمال فنية في جدة نحو 1,300,000 دولار، وذلك بعدما جذب الحدث الأول من نوعه في المملكة عدد من هواة اقتناء الأعمال الفنية والشخصيات العامة. شمل المزاد أقيم في بيت نصيف التاريخي بجدة وحمل عنوان الفن للبلد 43 عمل لفنانين سعوديين وعرب معاصرين، ونظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار كريستز للمزادات. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن لوحة الطواف حول الكعبة للفنان عبد الله شلتي حققت أعلى عائد وبلغ 650,000 ريال. عائد المزاد سيخصص لتأسيس متحف بيروي حكاية جدة التاريخية والمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، بالإضافة لدعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وزارة الثقافة السعودية كانت نظمت معرض مفتوح يومي الأحد والاثنين الماضيين للأعمال الفنية التي تبرع بها فنانون ودور فنية
قبل إقامة المزاد. وبتقول وزارة الثقافة اللي استحدثت في العام الماضي بالسعودية اللي استحدثت إنها بتسعى لتأسيس سوق فنية بتحتوي على منصات راسخة للمزادات الفنية باعتبارها ركيزة استثمارية أساسية. من المعروف طبعا أن الزهور والورود هي رمز للرومانسية والتعبير عن الحب، وده في كل الثقافات خاصة في أوروبا، وده اللي أدى لإزدهار صادرات الزهور الكينية ليها. مع تصاعد أصوات الحكومات اللي بتطالب بتقليص الانبعاثات الكربونية، أصبح البلد الإفريقي اللي بيحتل المرتبة الرابعة عالميا في تصدير الزهور مهدد بتقليص إنتاجه من الزهور. تعالوا نتابع هذا الموضوع في هذا التقرير. 4 من كل 10 أزهار تباع في المملكة المتحدة مصدرها المزارع الكينية، فصادرات الزهور في البلد الإفريقي توفر فرص عمل لآلاف الأشخاص وتحميهم من الفقر. ولكن التوعية البيئية لبعض الحكومات والتي تدفع في اتجاه خفض الانبعاث الكربوني قد تلحق الضرر للعاملين في صناعة الأزهار بكينيا. ففي إحدى المزارع بشمال نيروبي بكينيا، حيث يقوم نحو 4500 عامل بزراعة الأزهار وتغليف وشحن نحو 1,000,000 نبتة يوميا، يسيطر القلق على العمال من فقد مصدر رزقهم الوحيد. وتقول إيمولاتا، وهي المسؤولة عن فحص جودة الأزهار قبل شحنها إلى المملكة المتحدة، إن حياتها تعتمد على عملها في المزرعة، حيث تعول 4 أبناء وتعمل 5 أيام وتتقاضى $25 أسبوعياً. لو المزرعة لم تكن هنا سنفقد الكثير من وظائفنا، لأن أغلب الناس هنا يعملون لكسب العيش وتوفير المصروفات المدرسية لأبنائهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وتعمل المزرعة التي يذهب نحو 60% من إنتاجها إلى المملكة المتحدة بالطاقة الخضراء بنسبة 100%، وتأمل في أن تقلص الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020. وإذا قررت السلاسل التجارية في أوروبا مقاطعة الزهور الكينية في محاولة لتقليص الانبعاثات الكربونية، فسوف تجبر المزرعة على الاستغناء عن العمال. انضمت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج إلى تلاميذ المدارس ببريطانيا للمشاركة في ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي، وتم إعلانها راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، حيث خلفت كيت وهي مصورة هواة قوية الملكة إليزابيث الثانية كرئيسة لهذه الجمعية. كيت اشتهرت على نطاق واسع بصورها الفوتوغرافية لأطفالها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ووثقة معالم بارزة في حياتهم زي أعياد الميلاد والأيام الأولى في الحضانة اللي تم نشرها للاحتفال بهذه المناسبات. وكانت الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي قد تأسست في عام 1853 بهدف تعزيز فن وعلم التصوير، وبتضم الجمعية 11,000 عضو، وبتدير برنامج واسع بيضم أكثر من 300 حدث في جميع أنحاء المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي. غالبا ما تعتبر الأوبرا الإيطالية ذات ثقافة رفيعة تقدم للطبقة الغنية المثقفة، لكن في مطلع موسم الصيف الحالي تأتي الأوبرا للجمهور في الأحياء الحضرية الرومانية بمغنيها من السوبرانو اللي بيظهروا في الساحات لأداء الألحان بالمجان، ده بعد غروب الشمس في الضواحي الجنوبية من روما بيذهب الحي بأكمله إلى الأوبرا. المسرح بيتم نقله عن طريق شاحنة، وقاعة العرض عبارة عن ساحة رومانية، والأطفال بيجلسوا على الوسائد على بعد خطوات من مدير الأوركسترا. كمان كبار السن بيجلسوا على كراسي يمكن إغلاقها وحملها، بينما يجلس الأصدقاء في الخلف مع صناديق من البيتزا اللي أحضروها معهم. عرض الأوبرا أثبت لعدة ليالي خلال هذا الصيف على أن الطبقة الوسطى يمكنها النجاح وسط جمهور شغوف وصغار يرتدون الصنادل بعيدا عن المقاعد المخملية الفاخرة والشرفات الذهبية. بتنظم هذا العرض دار الأوبرا في روما اللي بتوفر مغنيين أوبرا محترفين وأوركسترا صغيرة الحجم للعرض،
بتعد دي السنة الرابعة اللي بتقوم فيها دار الأوبرا بجولة في ساحات الطبقة العاملة لروما، بتدفق الجمهور في أي حي بالمئات على الساحات وبيظلون مفتونين خلال الأداء المستمر لمدة 90 دقيقة. دلوقتي معاد لمحبي الرياضة وعشاق كرة القدم وأخبار كأس الأمم الأفريقية مع زميلة آلاء حامد، وبعدها هنواصل جولتنا الإخبارية معاكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنواصل معاكم اخبارنا في هذا الصباح وجولتنا الاخباريه. افتتح موسيقي بريطاني ومشغل دي جي بيدعى فاتو بي سليم معرض في البرتغال مخصص لتذكارات ايموشن الوجه المبتسم المعروف باسم سمايلي الاصفر اللون. وقام الموسيقي واسمه الحقيقي نورمان كوك بقضاء اكثر من 40 سنه في جمع اشياء مرتبطه بثقافه التسعينات الاحتفاليه. جمع كوك قطعا فنية معاصرة على مدى 40 عام. هذه المجموعة مستلهمة من اسم فرقة موسيقية بريطانية بتدعى الحب لسمايلي، وهي صورة اتخذها كوك لنفسه عندما بدأ عمله على المسرح خلال ذروة التسعينيات. كان وجه سمايلي قد تم ابتكاره من قبل المصمم هارفي بال في عام 1963، في نفس العام الذي ولد به فات بوي. وفي هذا المعرض الفني يتم عرض سمايلي في جميع الأشكال. تم إعادة الحياة لمنحدر تل في ولاية كاليفورنيا عن طريق آلاف الأضواء الملونة المنارة بالخلايا الشمسية. الفنان البريطاني بروس مونرو المعروف بقيامه بتركيبات الإضاءة أقام على مساحات واسعة هذه الإضاءة ومعرض حقل من الأضواء من 58 ألف مصباح إضاءة مستخدما الألياف البصرية لإضاءتها. بيسير الزائرون عبر المعرض والذي يقام على مساحة 15 فدان من سفوح التلال مع تغيير الإضاءة لألوانها وتحركها مع نسمات الهواء. وصف الزوار المعرض بأنه يشبه السير خلال لوحة من الألوان الزيتية، والبعض الآخر رأى أنه يشبه النظام العصبي لجسم الإنسان والذي يسير خلال المنطقة كلها. بعد هذا المعرض هو الأكبر بالنسبة للفنان البريطاني مونرو حتى الآن. بيمتلك معرض آخر باسم حقل الأضواء أيضا في أولورو والمعروف كذلك في أبرس روك في أستراليا. نروح للأرقام القياسية، وفي نيويورك تم تسجيل رقم قياسي جديد لأضخم سجق أو سجق يعني مصنوع بالكامل من اللحم، وصل وزنه إلى 29 كيلو جرام بطول متر ونص. السجق ده احتاج انه يحمله 3 رجال لوضعه على الشواية، كما احتاج حوالي 2 ساعة ليتم نضجه على الشواية. وبعد شويه تم وضع الصوصات المختلفة زي المسترد أو الكاتشب ليتم تقديمه للجمهور. وهذه أول مرة بيتم تسجيل رقم قياسي لأضخم سجق، حيث كان في السابق يتم تسجيل رقم قياسي وكان آخر رقم هو 203 متر، أي أن الرقم القياسي ده أسرع من تناول السجق كان 23 ثانية، وده كان في 2016. بيذكر أن فكرة السجق ومكوناته قام بابتكارها تشارلز فيلتمان عام 1867. دي كانت جولة إخبارية متنوعة.